نرحب يا سادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج نبض الاقتصاد. منذ العام 2009 شرعت شركة مشيرب العقارية في وضع اللبنة الأولى لمشروع مشيرب قلب الدوحة، أحد المشاريع العقارية في الدولة، والذي سيشكل عند اكتماله رافدا أساسيا لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى كالقطاع السياحي والقطاع التجاري وقطاع العقارات. مشروع مشيرب مشاهدي الكرام وصلت كلفته إلى 20 مليار ريال وسينتهي في النصف الأول من العام القادم. وقد جاء المشروع ليعيد إحياء الحي التاريخي لمدينة الدوحة وليحافظ عليه، وسيعمل على إحياء الوسط التجاري القديم للمدينة من خلال لغة معمارية جديدة على مساحة تمتد لأكثر من 31 هكتارا. القطاع الخاص القطري شارك في مشروع مشيرب بشكل كبير، فقد أرسي العديد من العقود على الشركات القطرية والتي استطاعت أن تلبي احتياجات المشروع في جميع مراحله. بدأت الشركة بتسويق المشروع والذي يحتضن مركز قطر المالي، ومخطط له أن يكون حي قطر المستقبلي، كما سيستقطب المشروع مؤسسات مالية وشركات كبرى ليوفر لهم بيئة اقتصادية مرنة للعمل. فالمشروع ليس مشروعا تجاريا وعقاريا فحسب، فهو حتى الآن أيقونة معمارية استغرق بناؤها أكثر من 6 سنوات، وقد استخدم فيه آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في توفير الطاقة والتبريد والحفاظ على البيئة. نبحث اليوم مشاهدي الكرام في أهمية هذا المشروع، مشروع مشيرب قلب الدوحة، وكيف سيساهم في رفد الاقتصاد القطري من خلال خدمته لأكثر من قطاع، كما نبحث في نسبة الإنجاز المتقدمة وآلية تسويق المشروع وتشغيله. نعم مروان، وسينضم إلينا الزميل أحمد السعدي الذي سيرصد لنا آراء الشارع القطري بهكذا نوعية من المشاريع والخطوات التي اتخذتها الحكومة في سبيل إحياء التراث والتاريخ قطر في مشاريعها الحالية والمستقبلية. تفضل أحمد، ماذا لديك؟ نعم عبد الله، طبعا مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدي تلفزيون قطر. مشيرب قلب الدوحة واحدة من أكبر المشاريع الاستراتيجية لدولة قطر، وهو ضمن سلسلة من المشاريع وحقبة من المشاريع التي تسعى الدولة من خلالها لتنويع الاقتصاد وأيضا لجلب العديد من الاستثمارات. إن شاء الله سنتعرف على آراء الجمهور الذي يتواجد هنا داخل السوق واقف، ونتعرف على أهمية وجود طبعا مشيرب بعد التطوير وبعد التحديث، وأيضا أهميتها بالنسبة لتنوع الاقتصاد القطري، وهل ستؤثر بشكل كبير حقيقة على جلب العديد من الاستثمارات وجلب العديد من رؤوس الأموال، إضافة طبعا إلى العامل السياحي الهام الذي ستلعبه إن شاء الله مشيرب في المستقبل بإذن الله تعالى. نلتقي بعد قليل مع آراء الجمهور في هذا الاستفتاء من داخل السوق واقف بإذن الله تعالى، ونعود إليك ولضيوفك الكرام طبعا في الاستديو. شكرا لك أحمد، فاصل قصير ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. على ساحل الخليج العربي وفي قلب الدوحة تلوح في الأفق ملامح رؤية ستغير مفهوم الحياة في مراكز المدن. فضمن مشروع مشيرب قلب الدوحة يجري العمل على إنشاء حي عمراني على مساحة 31 هكتارا. أما هدف المشروع فهو إعادة إحياء الوسط التجاري التاريخي للدوحة. يمثل مشروع مشيرب قلب الدوحة تجسيدا لرؤية رسمت ملامحها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، تهدف إلى إرساء معايير جديدة في بناء التجمعات العمرانية داخل المدن. وتستند هذه الرؤية إلى الجمع بين الأصالة والحداثة، وتركز على مبادئ التفاعل الاجتماعي والتناغم البيئي، كل ذلك بنكهة قطرية خالصة. مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يجري تنفيذه حاليا على 5 مراحل سوف يثمر عن حي متعدد الاستخدامات يضم منشآت تجارية وسكنية وترفيهية وثقافية، إلى جانب المرافق الخدمية ضمن منظومة متكاملة هدفها الارتقاء بمعايير الحياة داخل المدن إلى مستويات جديدة غير مسبوقة. يتبنى المشروع لغة معمارية جديدة تجمع هذه اللغة بين مفرداتها،
بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر. يضم المشروع عدة أحياء، منها حي الديوان الأميري والحي الثقافي الواقعان بجوار منطقة الديوان الأميري. في المقابل فإن الحي التراثي في مشارب يمثل الواجهة التاريخية للمشروع، ففي هذا الحي يجري ترميم 4 منازل تراثية قديمة بغية تحويلها إلى متاحف تقدم صورا عن أسلوب الحياة في الدوحة في بداية إنشائها. من جانبه فإن حي الأسواق يمثل الوجهة الأساسية للتسوق في مشارب، ففي هذا الحي توجد المجمعات التجارية وباقة عالمية من المطاعم والمرافق الترفيهية، بما فيها منطقة ترفيهية فريدة للأطفال إلى جانب متجر متعدد الأقسام ومحلات تجارية راقية. ويضم مشروع مشارب أيضا حيا سكنيا ومرافق متعددة الاستخدامات، إذ يوفر أكثر من 900 وحدة سكنية تتراوح ما بين الفلل والشقق. هذا الحي الذي سيكون عنوانا راقيا لأكثر من 2000 ساكن يشتمل أيضا على مؤسسة تعليمية عالمية وحدائق للعائلات ومساجد. أما الحي التجاري فإنه يوفر مساحات فخمة للمكاتب مدعومة بباقة من مرافق الخدمات المصرفية والشخصية والإدارية. ونظرا لاتصال هذا الحي بشبكة المواصلات والتنقل ضمن المشروع، فإنه مهيأ ليصبح المركز التجاري الجديد لمدينة الدوحة. يتضمن مشروع مشارب مرافق متعددة المستويات تحت الأرض لمواقف السيارات ووسائل الخدمات، أما الطرقات فعلى مستوى سطح الأرض فهي تركز على احتياجات المشاة وتوفر نظاما للتنقل بعربات الترام. من حيث المواصفات البيئية فإن المشروع يضم أكبر تجمع للمباني المصنفة ضمن فئة ليد الذهبية ضمن مجمع واحد في العالم، بما في ذلك ترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه وتقليص البصمة الكربونية. في وسط مشارب تقع ساحة البراحة التي ستستضيف الفعاليات الضخمة والبرامج الفنية بشكل منتظم لتكون الواجهة الترفيهية الجديدة لمدينة الدوحة. إن مشروع مشارب قلب الدوحة هو أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة في العالم، وهو يعد نموذجا للتطوير العمراني يحتذى به عالميا، وهو مشروع يراعي بيئته المحلية وثقافتها ويضيف إليها وسائل الراحة العصرية. مشروع يستلهم الماضي ورؤية عصرية للمستقبل. إذن نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج نبض الاقتصاد، ونرحب كذلك بضيفنا السيد علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لإدارة التصميم وتنفيذ المشاريع بشركة مشارب العقارية. بداية السيد علي نرحب بك وأيضا نشكرك على قبول هذه الاستضافة. نبدأ بمشروع مشارب، نعلم بأن مشروع مشارب وأيضا منطقة مشارب لها مكانة خاصة لأغلب القطريين، كانت هي مستقر للعديد من العوائل وأيضا كانت شريان التجارة في هذه المنطقة، وأيضا توجد بها واحة تغذيها أكثر من 9 آبار. أهمية إحياء هذه المنطقة من جديد برأيك، لماذا يراد إحياء هذه المنطقة وأيضا إطفاء أو إضفاء نوع من الحضارة والحداثة على تصاميم المباني المتجذرة من تصاميم أبائنا وأجدادنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أشكركم أخوي عبد الله على الاستضافة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق في نشرح عن مشروع مشارب. هذا واجبنا طبعا، نبرز المشروع من خلال القائمين على هذا المشروع الجبار والعملاق. مشكورين على أعطانا الفرصة. نرجع حق سؤالك، الطابع ليش احنا اخترنا مشارب وليش موقع مشارب بالذات؟ مشارب لها ميزة مميزة عند أجدادنا وأبائنا، والمنطقة لها طابع
حساس عند الناس، يعني المنطقة موقعها الجغرافي وايد وايد مهم حق القاطنين في المنطقة سواء كانوا القدام أو حتى اللي انتقلوا من المنطقة. طبعا من أهداف شركة مشيرب إن أول شيء اختارت الموقع المميز لأنه له بعد تاريخي مميز لنا. المدينة نفس ما الكل عارف كان فيها الكثير من أنواع التجارة اللي كانت تصير في هذه المنطقة، كانت تجارية بس على الستايل القديم على ما يقولون. عندك كان فيها شارع الكهرباء، شارع حساس، كان فيها شارع عبد الله بن ثاني. هذه الشوارع إن شاء الله كلها راح ترجع. فاختيار المنطقة كان له بعد تاريخي قديم، نحس إنه كان جزء من المواطن أو اللي كان قاطن في ذيك المنطقة. طبعا هدفنا كان إعادة إحياء وسط المدينة، طابع معماري جديد، لغة معمارية جديدة تعبنا عليها شوي، خذنا تقريبا 3 سنوات ندرس اللغة المعمارية القطرية الأصيلة. يعني لو إحنا استمرينا في تصاميمنا القديمة وين راح كنا نوصل؟ يعني لو استمرينا على المباني القديمة اللي كنا نبنيها في السابق، إحنا الحين مع 2016 أو 2013 و14 كيف حتوصل مبانينا؟ فهاي هو التصور اللي إحنا وصلنا له، كيف مبانينا حتكون، كيف لغتها المعمارية حتكون. طبعا هي قديمة جديدة بطابع عصري مميز. لو نتحدث عن بداية تنفيذ المشروع على أرض الواقع، نتحدث عن مرحلة التصميم وأيضا رسم الخرائط والمخطوطات، وتتحدث عن هذه المرحلة بشكل تفصيلي، كيف بدأت هذه المرحلة منذ أي عام؟ طبعا احنا بدينا التصاميم تقريبا قبل 2008، في 2007 كان في المخطط الرئيسي للمدينة كاملة اللي هي 31 هكتار هي المساحة الإجمالية للموقع، فكانت في التصاميم المبدئية، لكن التفاصيل بدأت تقريبا من سنة 2008، بدأنا بالتفاصيل من ناحية الأمور الهندسية، وقسمنا المشروع إلى 5 مراحل رئيسية. طبعا تقسيم المشروع كان فيه له خطة معينة، إنك ما تقدر تبني مشروع قيمته 20 مليار في مرحلة واحدة، فيها نوع من المخاطرة. لماذا؟ فبدأنا نقسم المشروع. المخاطرة هي أول شيء إنك ما في مقاول يعني حاليا يقدر يشيل تقريبا مشروع قيمته 20 مليار، وانت بتقسيم المشروع كفيسنج انتم بتقسيم المشاريع كفيسنج يخفف عليك شويه من المخاطر. الشيء الثاني مخاطر مثل ماذا بالضبط؟ ان المقاول يفشل انه يوصل المشروع على الجوده اللي انت تبغيها وعلى التكلفه اللي انت حطها وعلى الوقت اللي نفهم من هناك اكثر من مقاول والكل يتبع لمقاول رئيسي مثلا. اكيد احنا عندنا 5 مراحل رئيسيه، عندنا 5 مقاولين رئيسيين في المشروع، وكل مقاول رئيسي يعمل شراكة محلية مع مقاول محلي. والشيء الثاني ان انت تبني في وسط المدينة، لما تبني مرة واحدة 5 مراحل قيمة 20 مليار راح تسبب أزمة في المنطقة. يعني تعرف انت تبني في وسط قطر وعندك حواليك اكثر من مكان حساس. نعم، يمكن تصنيف شركة مشيرب العقارية، هل هي مطور عقاري، هل هي مستثمر اقتصادي تجاري، هل هي شركة مهتمة بالجانب الأكاديمي بالجانب التربوي، أم شركة تجمع كل هذه الجوانب التي ذكرتها منذ قليل؟ والله هي تجمع كل الجوانب. يعني شركة مشيرب هي شركة تطوير عقاري أكيد تجاري وربحي. يعني إحنا مشروع مشيرب قلب الدوحة كان على مبني على أساس جدوى مالية جيدة. على ماذا بنيت هذه الدراسة خصوصا دراسة الجدوى الاقتصادية؟ يعني كان في أرقام معينة، كان في ميزانية مرصودة للمشروع، وعلى أساس الميزانية راح يكون في عائد مالي للمشروع. يعني المشروع تجاري بحت 100%، كل المناطق اللي في المشروع راح يكون لها مردود ربحي سواء على البعد القريب أو على البعد البعيد. يعني. نعم، تحدثت منذ قليل عن الميزانية المرصودة لهذا المشروع. الميزانية تقدر ب20 مليار ريال. صحيح. هذه الميزانية هي فقط لتشييد المشروع من الصفر، أم أن هذه الميزانية صبت في كما نقول باستحواذ الملكية المنفعة العامة في هذه المشاريع كتعويض للبيوت السابقة وأيضا للمحلات السابقة، وهل هذا المبلغ تم الاكتفاء به أم أن هناك ناقص في هذا المبلغ؟ احنا اول ما بدينا بالاعمال الانشائيه كانت في 2010. طبعا الاستملاكات كانت عن طريق الاداره الحكوميه لاداره التخطيط العمراني، فال20 مليار هي قيمه تكلفه المشروع نفسه.
اللي هي المشروع من الصفر كأساسات من كبناء كتشييد من تصميم وتنفيذ من الصفر يعني لكن كتعويضات هذه كانت جهة أخرى عن طريق الجهات الحكومية بالتنسيق معنا يعني كنا احنا دائما ننسق معهم. بدينا أول ما دشنا المشروع كانت القيمة الميزانية المرصودة 20 مليار ولله الحمد إن شاء الله راح نكمل المشروع على الميزانية المرصودة اللي هي 20 مليار. إلى هذه اللحظة نسبة إنجاز المشروع هل وصلت ل 80% كما تذكر هذه الأرقام 80%؟ هل هذا الرقم صحيح؟ صحيح نسبة الإنجاز ولله الحمد وصلت 80%. نفس ما ذكرت المشروع مقسم إلى 5 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تم الاستكمال منها بالكامل اللي هي تتكون من حي الديوان الأميري، تم تسليم مبنيين من مباني الديوان. دعنا نتحدث عن الأحياء لهذا المشروع بشكل تفصيلي إن شاء الله. الحي الأول يختص بالديوان الأميري، الحي الثاني يختص بجانب السكني، الحي الثالث يختص بحي الأعمال وأيضا الحي التجاري. صحيح. سوف نتحدث بداية عن الحي الديوان الأميري. هذا الحي ما هو المقصود به؟ ما هي المباني الموجودة؟ الفئة المستهدفة من الزوار ما هي هذا أو هذا الحي بشكل تفصيلي؟ طبعا الحي الديوان الأميري هو يتكون من 3 مباني رئيسية، هي تعتبر مباني حكومية، مبنى ملحق الديوان الأميري ومبنى الحرس الأميري ومبنى دار الوثائق القطرية. طبعا دار الوثائق ماذا يوجد به؟ طبعا دار الوثائق القطرية الدور مشيرب كان فيه هو بناء المبنى نفسه، لكن التشطيبات الداخليه والتاثيثات راح تكون عن طريق الجهه المشغله للمبنى، واحنا حاليا في تخاطب مع الجهات اللي راح تاخذ المبنى وتبدا بتشغيل المبنى. بالنسبه للديوان الاميري والحرس الاميري تم الانتهاء من الاعمال تقريبا في عام 2014 وتم تسليمه للجهه وبداوا فعليا باعمال التشطيبات الداخليه والتاثيث. اذا هذا الجزء تم الانتهاء منذ العام 2014 تقريبا وتم الانتهاء واحنا حاليا نقوم بتشغيل المرافق. ما هي انواع المخطوطات التي سوف تكون في هذه المكتبه؟ والله احنا ما نقدر نحدد ايش راح يكون، بس الفكره لما بدينا التصميم الفكره كانت انه يكون مكان نقدر نخزن فيه الارشيف او المكتبه كارشيف وطني لماضي قطر اللي عنده مستندات معينة، مخططات معينة، مراسلات معينة، راح يكون المرجع الأساسي في الدولة اللي الكل يقدر يدخل عليه، وراح تكون بعد في مكتبات. وفي شيء حلو كان من ضمن الأفكار اللي كانت فترة التصميم إنه يكون فيه التاريخ الشفهي، إن أي واحد من كبار السن كان عنده قصة معينة موثقة يتم سردها، يقدر يروح هناك ويسجلها وتتسجل باسمه ويجيب شهود وتتوثق، يعني تكون من القصص التاريخية اللي كانت موجودة في قطر. نفهم من هذا أنه بإمكان أي مواطن قطري أن يساهم بوضع مقتنياته الثمينة. أكيد. التي تعبر عن الماضي العريق في هذا إن صح التعبير كمتحف. أكيد أكيد، وهذا يسحبنا حق موضوع متاحف مشيرب اللي هي جزء من المرحلة الأولى. إحنا عندنا 4 متاحف رئيسية اللي هو متحف بن جلمود، متحف بيت الشركة، متحف بيت رضواني، ومتحف بيت محمد بن جاسم. طبعا كل المتاحف مبنيه على احدث التقنيات عن طريق استخدام الشاشات العرض اللمس او شاشات العرض البروجكتورات، وكل متحف فيها بعد فيها جزء ان انت تقدر تحكي اي تاريخ او قصه معينه صادفتك سواء كانت عن طريق بيت بن جلمود او بيت الشركه او بيت رضواني او بيت محمد بن جاسم. عندما يقوم او تقومون ببناء مثل هذه المتاحف هل يتم الاستعانة بخبرات هيئة متاحف قطر؟ أكيد، إحنا لما انسندت لنا مهمة إنشاء المتاحف طبعا الموضوع كان جديد علينا كيف يتم التنسيق وأيضا آلية التواصل بينكم؟ أكيد، فلما جات فكرة أن نحول البيوت القديمة اللي موجودة في مشيرب إلى متاحف، طبعا هاي خارج النطاق اللي إحنا نسويه من ناحية تطوير عقاري، فلجأنا إلى بعض الخبرات الموجودة في قطر منها هيئة المتاحف وبعض الأخوان المهتمين بالتاريخ في قطر، فجلسنا معهم في ورشات عمل متعددة وجبنا ناس مختصين وبدينا نحط اللي هي المشاهد اللي راح أو القصص اللي راح تحكي في كل متحف. كل متحف عندنا له قصة معينة، وصراحة أنا أدعوكم أنكم تكونوا موجودين. المتاحف شغالة بالكامل تحت إدارة متاحف مشيرب، ونستقبل كثير من الزوار صراحة خصوصا من طلبة المدارس. إذن المتاحف مفتوحة أبوابها للجميع في الوقت الحالي؟ نعم، 7 أيام في الأسبوع موجودين.
لكن لما تحدث أكثر عن التنسيق والتواصل مع هيئة متاحف قطر في إنجاح هذا المشروع وأيضا آلية العمل خصوصا مع هذه الهيئة المختصة صحيح. بالمتاحف. طبعا هيئة المتاحف كانوا معنا يعني في أغلب الأوقات كنا نتناقش معهم طريقة بآلية المتيرة اللي راح تكون موجودة أو المواد اللي راح نستخدمها أو المواد اللي راح نعرضها في المتحف. لكن حاليا متاحف مشيرة تحت إدارة متاحف مشيرة اللي هي تابعة لمشيرة العقارية. تحدثنا الآن عن حي الديوان الأميري، نتحدث الآن عن الحي التجاري، ما هو المقصود بهذا الحي التجاري؟ هل هو عبارة عن محلات؟ هل هو عبارة عن مجمع تجاري؟ ما هو بالضبط؟ طبعا الحي التجاري هو مناطق تجارية مقسمة بين المرحلة الثالثة والمرحلة الثانية. راح يكون عندنا مول، محل شوبينج سنتر كامل مغطى، راح يكون عندنا محلات بيع التجزئة اللي هم يسمونها الريتيل، وراح يكون عندنا بعد المكاتب التجارية أو المساحات التجارية اللي تقدر تستخدمها كمساحات إدارية. المكاتب التجارية هل هذه مخصصة للعامة؟ أكيد المشروع مفتوح للجميع ولكل الشركات سواء أفراد أو شركات مختصين بالاستثمار. نعم، توجد في المنطقة التجارية منطقة البراحة، ما هي هذه المنطقة بالضبط؟ هل هي مساحة مفتوحة مثل ما نشاهد بدول العالم المتقدمة كمساحة كونكورد في باريس وأيضا مساحة التايم سكوير في نيويورك؟ صحيح، البراحة جاءت فكرة البراحة أن السيتي سنتر أو وسط مدينة الدوحة محتاج داون تاون محتاج مكان للتجمع، نفس ما طرقت كأمثلة مثلا في التايم سكوير ولا سان ماركوس في إيطاليا، هي مساحات مفتوحة يتجمعون فيها الناس، فيها مقاهي، فيها كوفي شوبس، فيها مطاعم، فيها أماكن ممكن الناس تتجمع فيها وممكن تكون فيها نشاطات مختلفة، يعني ممكن يكون فيها تدشين منتج معين أو تدشين ماركة معينة من مجوهرات أو سيارات أو أي مناسبة، حتى مناسبات وطنية ممكن تستخدمها براحة تقريبا 90 متر في 45 متر عرض، وزائد فيها الله يسلمك اللي هو نظام التبريد اللي عندنا اللي هو الكول بول، هذا النظام راح يتطبق لأول مرة في المشروع، كل سوف يكون مخصص لهذه الساحة. نعم، كل المساحة مفتوحة وراح يكون فيها مقاهي على الأطراف، المقاهي مزودة بنظام تبريد، زائد فيها نظام ذكي للغطية، زائد النظام اللي فوق اللي هو يغطيك عن أشعة الشمس. احنا ان شاء الله يعني هدفنا ان ممكن تجلس في المنطقة في عز الصيف وتكون درجة الحرارة لا يؤثر الطقس 30 درجة، يعني الحرارة تكون برا 50 وانت قاعد في الكوفي برا تكون درجة حرارة تقريبا 30 درجة مئوية. هذه البراحة هل بإمكانها ان تخفف الضغط على كورنيش الدوحة خصوصا في الايام او المناسبات الوطنية وايضا المرافق المحيطة بالكورنيش؟ والله شوف المشروع هو جزء من مدينة الدوحة ككل، وان شاء الله راح يساهم في تخفيف والمشاركة طبعا اكيد في الاحتفالات الموجودة في الدولة. نعم، للحوار بقية ولا ننتقل وياكم الى الزميل احمد السعدي في سوق واقف تحديدا لينقل لنا من هناك راء الشارع القطري في التوجهات الحكومية لإحياء التراث القطري العمراني في المشاريع سواء كانت حالية وأيضا مستقبلية. تفضل أحمد. نعم عبد الله، طبعا شكرا لك وشكرا لضيوفك الكرام. لعل مشيرب قلب الدوحة هي واحدة من المشاريع الاستراتيجية لدولة قطر والتي إن شاء الله تسعى من خلالها لعودة هذا الشارع وهذه المنطقة لتكون إن شاء الله أيضا منطقة تجارية واقتصادية تساهم بشكل كبير في إثراء الاقتصاد القطري. نتعرف حقيقة حول آراء يمكن مجموعة من الموجودين هنا داخل مجلس الدامة وهو طبعا أحد المجالس الموجودة داخل سوق واقف، ونتعرف أمانة مع أحد من شيابنا وأحد من كبار السن. الله يعطيك العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله معنا في تلفزيون قطر، عرفنا عليك في البداية وقول لنا شنو تعني لك مشيرب الأول وشنو تتمنى الحين من مشيرب بعد ما تم تطويرها وتم إدخال الأجهزة الحديثة لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، محمد عبد الهادي القحطاني. مشيرب قديما كانت متوفرة فيها الأسواق والمحلات التجارية، مثل ما تقول كانت قلب الدوحة قديما، فكان فيها موجود الله يسلمك السينمات، الاستديوهات التصوير، المحلات التجارية الضخمة مثل ناشونال،
منها من نفس شارع مشيرب هذا يتفرع عندك شارع عبد الله بن ثاني كان فيه الوكالات التجارية، شارع عبد العزيز، الشارع هذا يوصل لسوق النجادة، سوق واقف والحمد لله رب العالمين، يعني كان السوق فيه حركة تجارية يعني كبيرة واجد. شو اللي تمنون الحين من مشيرب بعد ما تم تطويرها أبوي؟ والله أول شيء الحمد لله رب العالمين أن سيدي صاحب السمو أو الاهتمام واجد بالمنطقة هذه بالذات مشيرب، فالآن تسمى مشيرب قلب الدوحة. اقتصاديا راح تكون الحمد لله رب العالمين إن شاء الله تحتوي الماركات العالمية، تحتوي الأسواق الدولية، منطقة سياحية يمكن تكون أيضا إحياء التراث، يعني الدولة قاعدة تحاول تحيي التراث. هو سيدي صاحب السمو ربط بين الإصالة التاريخية لقطر وبين الحداثة الموجودة بالنسبة للعمران والتطور والتقدم، والحمد لله رب العالمين. ونتمنى أن الله سبحانه وتعالى يطول في عمر سمو الأمير الوالد وسمو أمير البلاد المفدى حتى يروا الشيء هذا اللي هم تعبوا علشانه يرى النور إن شاء الله قريبا. شكرا لك. نشوف أيضا نتعرف على واحد من شيابنا، حياك تعال وقف معنا أبوي الله يحفظك. أوقف الله يسلمك الله يعطيك، وقف معنا الله يحفظك. زين قول لي الله يعطيك الصحة والعافية، نتعرف معك على مشيرب الأول. أول شيء عرفنا عليك، قلنا كيف مشيرب الأول. محمد سعد السقيطي رئيس مجلس الدامة في سوق واقف. بالنسبة لشارع مشيرب طبعا شارع كان شارع تجاري، وطبعا كان فيه السينمات وفيه استديوهات التصوير وكان الأدوات الكهربائية إضافة إلى المباني الحديثة اللي كانت فيه، فكان أحدث، يعتبر شارع مشيرب أحدث الأسواق كانت موجودة في ذاك الوقت. يعني إيه ما كانت طبعا الأسواق كانت منتشرة بشكل كبير كالموجودة حاليا، المولات من المولات حتى الفنادق الحديثة كانت موجودة في شارع مشيرب. إيه نعم. طيب الحين الدولة يعني ربطت أيضا موضوع التراث وموضوع المعاصرة الحديثة في مسألة البناء المعماري مع أيضا الاهتمام أيضا بتطوير هذه المدن. لما نطور مثل هذه المدينة هل استعد إن شاء الله في زيادة عدد التجار، في زيادة أيضا عدد السياح لمثل هذه المناطق؟ أي أكيد، لأن الله يسلمك المشروع الجديد هذا، مشروع مشيرب الجديد اللي هو في قلب الدوحة، يعتبر صراحة إنجاز كبير قامت به الدولة. وطبعا من داخل السوق أو داخل المشروع الجديد هذا يوجد مباني قديمة كمتاحف. طبعا نشكر الدولة أنها حافظت على هذا التراث الموجود. إيه نعم، على أساس لما يجونا سواح منها يشوفون طبعا المشاريع الضخمة هذه ويشوفون تاريخ قطر. وطبعا وإحنا فرحنا كثير بانتقال مركز قطر المالي إلى هذا الموقع، يعني بيعطي طبعا زخم كبير لهذا الموقع، لأنه يعتبر صراحة يعني موقع مشيرب كموقع استراتيجي في قلب الدوحة يعني. ونتمنى إن شاء الله الخير. الله يعطيك الصحة. يا مرحبا. شكرا لك. شكرا يا أيوبة. أيضا نتعرف على أبونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أيوبة، عرفنا عليك. راشد البدر. نعم راشد. راشد أبوي، نسألك على مشيرب الأول، شلون كانت مشيرب الأول من وجهة نظرك من ناحية تجارية، وأيضا شو تتذكر في مشيرب قبل؟ مشيرب عبارة عن محلات تجارية تشتهر بمحلات أسواق الكهرباء وأماكن ممكن تأخذ فيها العمالة لتصليح أي حاجة يكون عطلانة عندك في البيت ولا شيء، تمر على مشيرب وتأخذ لك عامل، بالإضافة إلى وجود المحلات والبنوك والتجارية والأسواق والشوارع المتفرعة من المشيرب، لو شارع الكهرباء الأول اللي فيه المحلات التجارية، يعني يعتبر مثل يعني شارع تجاري كبير ممكن يستفيدون منه عامة الشعب. طيب شو اللي تتمنونه إن شاء الله من مشيرب الحالية؟ شو اللي تتمنونه أيضا بالمحافظة على تراثه وبالمحافظة على مكانه كاقتصادي؟ شو اللي تتمنونه أنتم بعد مشيرب؟ مشيرب ما شاء الله تبارك الله القائمين على الدولة جزاهم الله خير بذلوا جهد جبار لإحياء المنطقة، كانت منطقة عاثرة ومندمرة، لكن بفضل جهود صاحب السمو الأمير الوالد وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد حفظه الله أمير البلاد، ساعدوا واكتملت الفكرة بإنشاء قلب الدوحة، قلب مشيرب، من عمارات، من منتزهات، من ملاعب، من صالات، من دار للسينما وأمور كثيرة.
أتمنى إن شاء الله كل التوفيق. شكرا لك أيوبة. طبعا نكتفي بهذا القدر من الموجودين، وأمانة يعني إقبال كبير على سوق واقف أيضا حتى على مجلس الدامة، وتبقى مشيرب كما سميت قلب دوحة. نتمنى إن شاء الله أن تكون أيضا هي القلب الاقتصادي والتجاري لدولة قطر إن شاء الله في الفترة القادمة. الزميل عبد الله، نعود إليك ولضيوفك أو لضيفك الكريم إن شاء الله لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. نعم الزميل أحمد، شكرا لك. كما تابعنا السيد علي، هناك حالة من السرور وكذلك من خلال رأي الشارع القطري من خلال هذه النافذة، أنتم كجهة تنفيذية كيف ينعكس هذا عليكم بالإيجاب؟ والله بصراحة كلام طيب ويثلج على الصدر، يعني إن شاء الله هم يعني الكل أجمع أن مشيرب كانت هي قلب الدوحة، وإن شاء الله إحنا نوعدهم أن راح يكون قلب الدوحة، مو بس قلب الدوحة، راح يكون قلب الدوحة النابض. الكل أجمع أن مشيرب كانت القلب التجاري للمدينة الدوحة، وإن شاء الله إحنا راح نرجع القلب التجاري الدوحة، راح شارع الكهرباء راح يكون موجود ونفس المسمى ونفس تقريبا التعرجات اللي كانت موجودة، شارع عبد الله بن ثاني راح يتم بنفس التعرجات ونفس المسمى. نعم، بالعودة لإحياء مشروع مشيرب، تحدثنا عن حي الديوان الأميري، تحدثنا عن الحي التجاري، وأيضا نتحدث الآن عن الحي السكني. هل هذا الحي يحتوي فيلل؟ هل يحتوي شقق؟ هل يحتوي مثلا أكاديمية أو مدرسة؟ ماذا يحتوي بالضبط؟ طبعا نفس ما أنت عارف المشروع هو متعدد الاستخدام ومتكامل، مقسم بين تجاري وسكني ومرافق تجارية زائد سكنية. السكنية عبارة عن عندنا تقريبا حوالي 900 وحدة سكنية شقق، تبدأ من 1 بدروم لحد 5 غرف، مقسمة على جميع مراحل المشروع، زائد عندنا 32 تاون هاوس اللي هي البيوت المصغرة. وماذا عن المدرسة؟ هل يوجد أكاديمية معينة في هذه أكيد أو في أكيد هذا الحي؟ أكيد هي جزء من نفس ما قلنا مكسيوز اللي هو الخلط في المشروع كامل. عندنا مدرسة قطر أكاديمي مشيرب، هي فرع من قطر أكاديمي اللي تابعها قطر فونديشن، تم افتتاحها في موسم الدراسي 2015، وحاليا هم في الموسم الثاني اللي هو 2016-2017، والمدرسة اوريدي فيها طلاب والحمد لله تقريبا كم طالب؟ تقريبا 300 طالب. مرحلة ابتدائية؟ مرحلة ابتدائية. نعم، والآن ننتقل أعزائي المشاهدين ونلقي نظرة أوسع على بعض الأرقام بالتحديد والتي يحتويها مشروع مشيرب قلب الدوحة، ونتحول بكم الآن مع الزميل مروان أبو شنب. إليك مروان. شكرا لك عبد الله. إذن مشاهدي الكرام، مشروع مشيرب فيه الكثير من الحقائق المهمة على صعيد المساحة، على صعيد الكلفة، ساعات العمل، حجم الأعمال. المشروع بداية تنفذه شركة مشيرب العقارية، كلفة المشروع كما ذكرنا سابقا 20 مليار ريال، تم إنفاق ما يعادل 18 مليار من هذه الميزانية. مساحة المشروع تمتد على أكثر من 31 هكتار، أي ما يعادل 76 فدان. يضم المشروع المتعدد الاستخدامات أكثر من 100 بناية أو عمارة سكنية وتجارية، ويشمل المشروع أيضا بناء 6 أبراج، بينها برج واحد يضم 22 طابقا فوق محطة المترو فور استلامها طبعا من الريل. المشروع يضم 900 شقة سكنية و32 فيلا. مشروع أيضا مشارب ضمن يقع ضمن المناطق 18 المسموح بها الانتفاع لغير القطريين لمدة 99 عاما. 40% هي نسبة القطريين القائمين على تنفيذ مشروع مشارب، وإنجاز تم يعني إنجاز ما يعادل 254 مليون ساعة عمل حتى الآن. مدينة مشارب تضم 300 ألف متر مربع من المكاتب، و100 ألف متر مربع هي مساحات تجارية عند طبعا اكتمال أيضا شارع الكهرباء الشهير، سيضم محلات تجارية ومكاتب وشقق أيضا سكنية. المشروع يستخدم 4 أنظمة، هذه الأنظمة طبعا للتبريد وفي براحة طبعا مشارب للوصول بدرجة الحرارة إلى 32 درجة في فصل الصيف. يضم المشروع 4 فنادق في مشارب قلب الدوحة، بينها أول فندق ماندارين أورينتال، اسم هذا الفندق في الشرق الأوسط، وسيتم تشغيل فندق ماندارين أورينتال بالكامل العام المقبل، وهو من فئة 5 نجوم بلس. اكتمال طبعا براحة مشارب سيكون قريبا، وستكون الساحة الرئيسية للأحداث وللفعاليات أيضا الاحتفالية. حتى اليوم أنجزت أعمال المشروع بنسبة فاقت 80%،
يعمل في هذا المشروع 24 ألف عامل. كانت هذه خلاصة بعض الحقائق كما ذكرنا عن مشروع مشارب. إذن عبد الله هذا يعني خلاصة مشروع مشارب بعض العناوين كما ذكرنا إليك عبد الله. نعم شكرا زميل أروان. نتحدث الآن سيد علي عن الحي الأخير. الحي الأخير يختص برواد الأعمال إن صح التعبير. ماذا يحتوي هذا الحي بالضبط؟ هي مساحات تجارية مخصصة للمستثمرين سواء من شركات أو أفراد، وتم الإعلان من فترة بسيطة عن انتقال مركز قطر للمال وشركاته إلى مشارب قلب الدوحة. يعني مشارب إن شاء الله في المستقبل راح تكون المركز المالي العالمي، على حسب تصريح رئيس مجلس الوزراء من يومين أن إن شاء الله مشارب راح تكون المركز المالي العالمي. طبعا هذه دفعة قوية وراح تعطي المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين أن يكون لهم بصمة أو لهم مكان معين في المشروع. طبعا في مشروع مشير كل الكماليات وكل المرافق راح تكون متوفرة لاستيعاب هذه الشركات سواء كانت محلية أو أجنبية. عندما تم تصميم هذا المشروع ماذا تم التركيز عليه؟ على سبيل المثال هل رعي موضوع البساطة، موضوع التهوية، موضوع الإضاءة مثلا؟ بالأمس تواجدنا في مكان المشروع وكان هناك تخوف من المصور، قال لي الساعة 2 أو 2 الظهر الوقت ليس مناسب للتصوير بسبب الحرارة، لكن تفاجأنا عندما كنا هناك لم نشعر بأي حرارة وكأنما تم توزيع الظلال بشكل مدروس. صحيح صحيح. احنا في بداية التصميم في الماستر بلان في المخطط الرئيسي للمشروع رعينا بعض الأمور البسيطة لكن لها تأثير إيجابي على المشروع، اللي هي مثلا غروب وشروق الشمس زائد اتجاه الرياح. طبعا المنطقة هي تعتبر على البحر، فكنا أكثر الرياح كانت تجي عن طريق الشمال. ففي فترة التصاميم وحتى لما دخلنا في التصاميم التفصيلية رعينا غروب شروق وغروب الشمس، ولو تلاحظ المباني يكون في لها ظلال يغطي على المبنى الثاني، فأنت دائما تكون في أغلب الوقت من النهار دائما في وضع الظلال. زائد الهواء اللي يك من الشمال كنا نستغله بإحداث بعض الممرات، لو تلاحظ في بعض الممرات في المشروع نعم. كانت تساعد على الهواء أنه يكون يعمل لك نفس التيار، فتيار من الشمال زائد ظلال راح يكون عندك يعني بيئة شوي تساعدك على المشي. إذن هناك العديد من المعايير التي أوليتموها اهتمام في وضع هذا المشروع. إذن للحوار بقية ولكن بعد هذا الفاصل. نرحب بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن مشروع ضخم ألا وهو مشروع مشارب قلب الدوحة. سيد علي نتحدث الآن عن المدينة بشكل فني وكذلك شكل تفصيلي كجانب تشغيلي. من أحد الجوانب العالمية التي تراعى بها عناصر المدينة تكون مصاحبة للبيئة، تكون مدينة ذكية، لأي حد مشروع قلب الدوحة راعية جميع هذا الجوانب أو هذه الجوانب؟ طبعا مشروع صديق للبيئة كان واحدة من الأساسيات اللي كانت موجودة في فترة التصميم. مفهوم مبنى صديق للبيئة في 2007 و2008 كان مفهوم جديد في المنطقة عندنا، فكان تحدي كبير بالنسبة لنا أن هل احنا نخوض التجربة هذه ونبدأ ناخذ الليد سيرتيفيكيشن اللي هو من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء. طبعا انت لما تقدم على الليد سيرتيفيكيشن هذه شهادة تاخذها من اليو اس جي بي سي، طبعا عندهم معايير معينة، طبعا اقل شيء اللي هو السيلفر بعدين الجولد بعدين البلاتينيوم، ففي معايير معينة لازم تكون موجودة بعين الاعتبار فترة التصميم وفترة التنفيذ. المشروع نفس ما ذكر في التقرير فيه 100 مبنى، وان شاء الله راح احنا هدفنا ان نحصل على 100 شهادة من الليد من اليو اس جي بي سي. حصلنا على 3 شهادات لحد الان، مبنى الديوان الاميري ومبنى الحرس الاميري حصل على البلاتينيوم وهي اعلى درجات الليد، زائد
مبنى الأرشيف الوطني. هل هذه الصور الآن الحية على الهواء مباشرة هذه المباني صديقة للبيئة مثلا؟ صحيح، هذه مباني صديقة للبيئة، وزاد مباني حصلت على جواز من قبل كهرماء شركة مسابقة ترشيد. ماذا نفهم بمبنى صديق للبيئة؟ هل المواد المستخدمة مواد مثلا عضوية، مواد طبيعية، وكذلك هل يدخل موضوع الانبعاثات الغازية والكربون ضمن هذا التصنيف مثلا؟ نفس ما ذكرت اخوي عبد الله، هي في معايير معينة لازم يعني لازم تكون انت مطبقها في فترة التصميم وفترة التنفيذ. فترة التنفيذ ممكن تستخدم بعض المواد اللي عاد استخدامها مرة ثانية، او تم إعادة تصنيعها مرة ثانية. ممكن تستخدم ميكس معين في الكونكريت اللي راح تستخدمه في المبنى، ممكن مثلا كفاءة المبنى في تشغيله، ممكن إذا كان مثلا نسبة الانبعاثات الكربونية قليلة أنت تحصل على ماركات معينة في التصنيف. فهذه جزء بسيط عن المعايير اللي لازم تطبقها في فترة التصميم والتنفيذ، وفي بعض الأحيان في فترة التشغيل، يعني مو بس تخلص المبنى وخلاص، لا، يشوفونه، في ناس تجي وتشيك على المبنى في فترة التشغيل وهل هو ملائم ومناسب لهال الفئة معينة من التصنيف أو لا. أثرت موضوع التشغيل، كما قرأت من معلومات بأن المدينة ذكية، ماذا نفهم من هذا الموضوع؟ صحيح، طبعا احنا شركة تطوير عقارية، طبعا المشروع مشيرب احنا التصميم كان عندنا والتنفيذ عندنا، والتشغيل والإدارة بعد بيكون عن طريق مشيرب العقارية. طبعا المشروع كبير، ونفس ما ذكر في التقرير في تقريبا 10,000 موقف تحت الأرض، عندنا المواقف من 3 إلى 6 ليفل تحت الأرض، وصلنا إلى تقريبا 27 متر كعمق تحت الأرض. فأنت تخيل الحجم الكبير للمواقف. فواحدة من الأشياء، احنا طبعا المشروع يعتبر من المدن الذكية، واحدة من الأشياء اللي إن شاء الله راح نطبقها إنه راح يكون فيه الواي فايندينج، اللي هو سمارت واي فايندينج، إن أنت تقدر تعرف وين سيارتك واقفة، لأن المواقف كبيرة بصراحة، ولو ممكن أي شخص ينسى وين موقف سيارته. لكن عن طريق الواي فايندينج والسمارت بورد أنت تقدر عن طريق ممكن تحط رقم سيارتك، تعرف وين سيارتك في أي ليفل محطوطة في أي باركينج نمبر، أو عن طريق الابليكيشن اللي موجود على التلفونات. إذن المدينة هي مدينة ذكية، مدينة صديقة للبيئة، لكن كيف يتم التسويق لهذه المدينة للمستثمرين وكذلك للمستأجرين؟ طبعا احنا بدينا بتدشين حملة التسويق من فترة بسيطة، ولو تلاحظ في الجرائد وفي بعض المواقع السوشيال ميديا بدينا بالتسويق للمشروع، وبدينا نستقبل بعض الكثير من الاتصالات من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وعندنا قائمة اوريدي موجودة بالناس اللي حابين يكون لهم مكان في مشروع مشيرب. العقار الآن في قطر بشكل عام يمر بفترة تصحيحية، كيف سيشكل هذا تحدي للمسوقين لديكم بأن يكون العقار مواكب للسوق مثلا، أم سوف يكون العقار والاستئجار لديكم بشكل سعر رمزي؟ طبعا الوضع الاقتصادي الكل عارفه وكل شايف انه نوع من التحديات، وهي واحده من الازمات اللي تمر فيها السايكل حق الاقتصاد، يعني يكون عندك طلوع ونزول طلوع ونزول. لكن احنا عندنا الشباب صراحه هم عارفين ايش اللي صاير في السوق، عارفين بيترقبون الاشياء اللي راح تصير، ففي خطه استراتيجيه موجوده معينه بالنسبه للتسويق للمشروع. نعم، بكل تاكيد لكل مشروع هناك عوامل تساعد في إنجاح هذا المشروع، ونحن الآن لا ننكر دور صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر في إنجاح ودعم هذا المشروع. كيف دعمت صاحبة السمو هذا المشروع، سواء كان بالتواجد الميداني في المشروع أو من خلال إبداء النصائح والإرشادات؟ لو نذكر موقف على سبيل المثال. طبعا سمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مشيرب العقارية، رؤيتها في المشروع اللي هي إعادة إحياء وسط المدينة، إعادة الناس اللي كانوا موجودين في المدينة، الحياة اللي كانت في المدينة. لو تلاحظ التقارير تقريبا كلامهم نفس الكلام اللي من رؤية سمو الشيخة. تواجدها جدا قريب من المشروع، على سبيل المثال على في اجتماعات مجلس الإدارة بتكون تقريبا كل 3 إلى 4 شهور،
مواكبة جيدا وعن قرب على الأشياء اللي تصير في المشروع وتوجهات الشركة. نعم بكل تأكيد هذه الجهود ليست بغريبة على صاحبة السمو والشيخ موزة بنت ناصر. ولا مشاهدينا ننتقل إلى الزميل مروان أبو شنب ليطلعنا على أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي وأيضا من خلال فقرة حصاد الاقتصاد. إليك مروان. شكرا لك عبد الله، مرحبا بكم مشاهدي الكرام في فقرة حصاد الاقتصاد. أحداث عديدة شهدها الأسبوع الماضي، أهمها تأكيد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بأن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وأوضح معاليه خلال لقاء مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر في فندق شيراتون وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، أوضح أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع، حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال 6 أشهر 56 مليار ريال. في إطار السياسة الحكومية التي تقضي بتنمية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، جاء لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر. حقيقة تأتي يعني أهمية هذا اللقاء معكم لأن الخاص بأن القطاع الخاص يعني دور مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني، وأيضا كذلك من خلال توجيهات سيدي سمو الأمير حفظه الله على أن يكون القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومة وركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. اللقاء تناول سبل تطوير بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات مع التأكيد على أهمية توفير الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية المستدامة في الدولة، وذلك في ظل الدعم الواضح الذي تقدمه الحكومة للمشاريع الوطنية والإنفاق الحكومي الضخم على هذه المشاريع. وتعتبر دولة قطر حقا هي من أكثر الدول إنفاقا على المشاريع، مشاريع البنية التحتية. احنا في خلال حقيقة 6 شهور اللي فاتت أنفقنا أكثر من 56 مليار على مشاريع البنية التحتية، وفي آخر شهرين تم التوقيع على ما يقارب 16 مليار أيضا في مشاريع تتعلق بالبنية التحتية. وضعنا خطة للمشاريع الرئيسية خلال 10 سنوات القادمة، وأيضا وضعنا خطة لكيفية التكلفة التشغيلية لمدة 5 سنوات. معاليه ركز خلال اللقاء على أسواق المال في الدولة، مؤكدا عزم الحكومة على دعم النشاط فيها من خلال مزيد من الإدراجات في بورصة قطر ومراجعة للقوانين والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار في الدولة لمزيد من الدعم، يشمل كذلك القطاعين المالية والمصرفية. احنا ما في شك ان احنا كحكومة مهتمين ايضا بدعم القطاع المصرفي، ودائما احنا هناك في تنسيق نحاول من خلال تنسيق السياسات المالية والنقدية. وأيضا معلوم أن الآن السيولة الحمد لله عندنا عند مستويات مطمئنة، والحكومة أيضا مستعدة للتدخل لدعم النظام المصرفي والشركات إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأيضا عندنا احنا توجه أن في خلال هذه السنة والسنة الجاية أن نزيد عدد الشركات في البورصة من 4 إلى 5 شركات، وهذه الشركات لن تكون هي اكتتاب حكومي ولكن شركات عائلية وشركات قائمة. والكل يعلم قبل فترة احنا صرحنا بأن راح يكون هناك تحويل مشارب إلى مركز حقيقة مالي وعالمي إن شاء الله بإذن الله، ولكن التشريعات احنا نبي نتناقشها معاكم. احنا ما في شك الآن في الحكومة هناك لجنة تقوم بمراجعة القوانين والإجراءات لتسهيل بيئة العمل. هذا واستعرض معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعض ملامح الموازنة العامة المقبلة والتي ستركز على استكمال المشاريع الكبرى، سواء المشاريع التنموية أو تلك المرتبطة بكأس العالم 2022، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وجه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال الزيارة الميدانية التي قام بها معاليه إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
للإطلاع على مجريات سير العمل بها. وجه خلال الأسبوع بسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بطلبات المواطنين الخاصة بالإسكان وإيجاد آلية عمل واضحة وسريعة لانتفاع المواطنين بالإسكان، سواء كان هذا الإسكان بقرض أو إسكان لذوي الحاجة، كما وجه معاليه بتخصيص مكان مناسب لاستقبال المراجعين المنتفعين بخدمات الإسكان لسهولة وصول المواطنين للموظف المختص وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة. كما وجه معاليه بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة الإحلال وتعيين المواطنين في الوظائف التي يشغلها غير القطريين ممن تتوافر لديهم اشتراطات شغل تلك الوظائف. كما شهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك التوقيع على اتفاقية طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي بين قطر للبترول وشركة دولفين للطاقة المحدودة، تقوم بموجبها قطر للبترول بتوريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى دولفين لتصديرها لدولة الإمارات عبر خط الأنابيب البحري الممتد بين البلدين. وبموجب الاتفاقية سيتم توريد كميات الغاز الجديدة من قبل دولفين إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة وغاز رأس الخيمة عبر شبكة توزيع الغاز الشرقية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقعت قطر غاز اتفاقية طويلة الأمد لمدة 20 عاما مع شركة جل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان، وذلك خلال حفل توقيع حضره سعادة السيد محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان. وستقوم قطر غاز بموجب هذه الاتفاقية بتوريد 1,300,000 طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى باكستان طيلة مدة العقد، مع إمكانية زيادة الكمية إلى 2,300,000 طن في العام. أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات على موقعها عن بدء العملية التشغيلية للبضائع العامة والانتقال من ميناء الدوحة إلى ميناء حمد اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري. وقالت الوزارة إنها بهذه الخطوة تكون قد أكملت الانتقال الثاني للبضائع تمهيدا للتشغيل الكلي للميناء حسب التواريخ المحددة. يذكر أنه قد بدأ التشغيل الجزئي لميناء حمد خلال شهر ديسمبر من العام الماضي. كان سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات قد أعلن في وقت سابق أن كافة مشاريع النقل في قطر سترى النور في المواعيد المحددة مسبقا، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح عمليات التشغيل المتكاملة لميناء حمد عند نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى بداية تشغيل أول منطقة لأفرع الحاويات في قطر خلال شهر نوفمبر. اختتمت في الدوحة أعمال المؤتمر 49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي والذي انعقد على مدار 3 أيام. وخلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود الثاني محافظ مصرف قطر المركزي قال فيها أن قيمة أقساط التأمين الصادرة عن شركات التأمين العاملة في الدولة قد وصلت إلى 11,200,000,000 ريال العام الماضي. لقد شهد قطاع التأمين في دولة قطر تطوراً ملحوظاً خلال العقد الماضي، كما تسارع نموه خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفعت قيمة أقساط التأمين الصادرة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي بنحو 33% لتصل إلى نحو 11 مليار ريال قطري خلال عام 2015. استقبلت دولة قطر خلال الشهور التسعة الماضية 1,182,000 زائر مع استمرار الارتفاع في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون. الهيئة العامة للسياحة ذكرت في تقرير لها أن عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي سجل نموا قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم. عادت خدمة التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي 2016-2017 على موقع وزارة البلدية والبيئة إلى العمل بشكل معتاد بعد خلل فني في عمليات التسجيل حصلت خلال اليوم الأول. وتتوقع وزارة البلدية والبيئة زيادة في أعداد المواطنين الراغبين في التسجيل لموسم التخييم تصل إلى 25% عن العام السابق، ليبلغ إجمالي عدد المخيمات حوالي 2500 مخيم تتوزع على 23 موقعا بريا وبحريا. انطلقت عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2016-2017 في مواقع عدة تابعة لوزارة البلدية والبيئة،
وتوافد المواطنون على المكاتب المخصصة لذلك، خاصة بعد تعثر التسجيل الإلكتروني على موقع الوزارة على الإنترنت بسبب عطل فني خلال اليوم الأول لبدء التسجيل قبل أن يعود الموقع إلى العمل بشكل معتاد. العالم كلها تحولت على الأونلاين، أغلب العالم تحولت الأونلاين، لأن كان عندنا عطل بسيط كان في السيستم فتحول على طريقة الأونلاين. اللي يجينا في المكتب يجيب بطاقته الشخصية ويدفع التأمين في نفس يحجز الموقع يدفع التأمين في نفس اللحظة. تتوقع وزارة البلدية والبيئة زيادة في أعداد المواطنين الراغبين في التسجيل لموسم التخييم تصل إلى 25% عن العام السابق، ليبلغ إجمالي عدد المخيمات حوالي 2500 مخيم تتوزع على 23 موقعا بريا وبحريا. عملية التسجيل كانت سهلة وسلسة جدا، ما في زحام ناس أمس أو أول يوم كان ضغط على الموقع، كان الموقع أمس شوي في صيانة، فاليوم إن شاء الله الأمور طيبة وسجلنا والحمد لله. للحصول على رخصة التخييم تشترط الوزارة الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية، عدم الإضرار بالبيئة النباتية، عدم تأجير الموقع أو استخدامه في نشاط مخالف، أن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل، دفع تأمين قدره 10,000 ريال مستردة. المخالفون لهذه الشروط وغيرها تطبق عليهم وزارة البلدية والبيئة عقوبات متفاوتة، ففي العام الماضي وجهت الوزارة 60 إنذارا لبعض المخالفين، كما وضعت 43 آخرين على القائمة السوداء، ليصل إجمالي المقيدين على هذه القائمة خلال الموسمين الماضيين 128 مخالفا. خلال هذا الموسم سوف تسمح الوزارة وللمرة الأولى بزراعة أشجار برية في المخيمات بحد أقصى 5 أشجار لكل مخيم، وستخصص أماكن للعائلات والأطفال خلال عطلات نهاية الأسبوع. ختام حصاد الاقتصاد، الآن نعود إلى زميل عبد الله وضيفه الكريم. إليك عبد الله. شكرا مروان، عودة إليك سيد علي. مشروع استراتيجي وكذلك ضخم، كيف ساهم هذا المشروع في صقل الكادر القطري وأيضا ليواكب مخرجات السوق سوق العمل القطري؟ طبعا ولله الحمد تم تدريب بعض الموظفين القطريين الموجودين في إدارة التنفيذ والتصميم وتنفيذ المشاريع. في كان عندنا كادر قطري ممتاز، كان ولا زال طبعا صح كان وما زال موجود، لأن المشروع هي فرصة صراحة، فرصة ما راح تتعوض أعتقد، لأن ما راح يكون في مشروع بهذا الضخامة في قطر، ففرصة أن الواحد يتعلم من فترة التصميم ويشوف التفاصيل في التصميم إلى فترة التنفيذ وبعد التنفيذ اللي هو التسليم والتشغيل. والحمد لله التجربة كانت جدا ممتازة، في بعض الجهات الحكومية في الدولة تم الاستعانة بالموظفين القطريين وكان لهم بصمة واضحة بحكم الخبرة والتجربة اللي مروا فيها، وكانت لهم بصمة في المجال اللي راحوا له، وبعضهم رجعوا وبعضهم راحوا لفترة أكثر، لكن إن شاء الله يرجعون. طبعا نفس ما أنت عارف المشروع واجه على الاكتمال، ولله الحمد وصلنا إلى 80%، المرحلة الأولى بالكامل انتهت، جزء من المرحلة الأولى ألف وباء انتهى بالكامل من ناحية البنية التحتية وحتى التشغيل. نعم السيد علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لإدارة التصميم وتنفيذ المشاريع، كنت معنا شكرا لك. إذن أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج نبض الاقتصاد، ولا يتسنى لي سوى أن أشكر ضيفي على حسن الاستضافة. نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم، في أمان الله.